ومنه مضر. امزح معك انت الدوم بس انت قبل ما تجي ماشي مع مناحي. ايه مناحي هذا وجود وسعاده في حياتي. حتى انت بعد قربكم علي يعني والله اني احبك. انا ما عليك مني. انا انت غالي في حياتي. بالتالي خذ الكره وجاوب. طيب ترى صحتك النفسيه قبل لا قبل لا اقراها ما ادري وشي ودي اغني بيتين في المملكه. ايه داوم وابي تردون معي عاد اصلا من بديت في البرنامج وانت تغني يلا. اي بغني بس عاد هذا عاد شيء مهم. امزح معك يقول ادري. استقامه كلكم استقام الخط في الحد السعودي. استقام استقام الخط في الحد السعودي. استقام الخط في الحد السعودي. جعل من سواه يربح في عبره. جعل من سواه يربح في عبره. استقام الخط في الحد السعودي. استقام الخط في الحد السعودي. جعل من سواه يربح في عبره. جعل من سواه يفلح في عبره. والله نحط في غبر اللحادي. 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 ما نسيت المملكة واخوان نوره. 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 استقام الخط في الحد السعودي. 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 جعل من سواه يربح في عبره. 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 والله نحط في غبر اللحادي. والله نحط في غبر اللحادي. ما نسيت المملكة واخوان نوره. ما نسيت المملكة واخوان نوره. الملوك فهود من فهودي. الملوك الملوك اللي فهود من فهودي. 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 أمانتنا من تبوك يا شرورة. أمانتنا من تبوك يا أمانتنا من تبوك يا شرورة. أمانتنا من تبوك يا شرورة. أمانتنا من تبوك يا شرورة. والله نحط في غبر اللحودي. ما نسيت المملكة واخوان نوره. نسيت المملكة واخوان نوره. ما نسيت المملكة واخوان نوره. ما نسيت المملكة واخوان نوره. أبوي وجهك يا جماعة أنت ولنك ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم جميعا. ترى شباب بعدين لا تغيبوا في الأخير ناخذ صورة جماعية نداوم فيها هنا عبر سناب. والله رسائل كثيرة ويمدحونكم ويقولون أبغى ناصر سعد الله متسابق معكم دائم. توافقون ولا لا؟ أنا يلا أسافر عندي سفر. ناصر الغامدي يقول لا تسافر الحين. وش رأيكم يا أخي؟ ترى والله كل ما أنظر في وجه واحد فيكم أنا أرتاح.
انا كنت راح اقول شيء في عالم انا كنت راح اقول شيء بس تأذنوا لي في عالم الارواح قبل ما اروح للسلطان واكمل بقيه الشباب ضروري الان لانه اقترب وقت المغرب. في عالم الارواح يا شباب الارواح جنود مجنده ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، لكن لا يعني ان انه روحك لم تتالف مع احد اياك ان تغتابه واياك ان تبهته واياك ان تنمم عليه، هذا من اعظم الجرائم، لان الراحه النفسيه شيء هذه ممكن يترتب عليها مثال